هنا على متن البارجة الأمريكية كوينسي، تحديداً في 14 من فبراير عام 1945، كانت بدايات العلاقات السعودية الأمريكية، حين التقى الملك عبد العزيز بالرئيس الأمريكي حينها فرانكلين روزفلت، وغرس الجانبان جذور العلاقات الثنائية خلال هذا اللقاء التاريخي. لقاء لم يقتصر على علاقات البلدين فحسب، بل شمل تطورات المنطقة التي كانت ولا تزال محل نقاش دائم في اللقاءات وجزءاً هاماً من العلاقات السعودية الأمريكية. القضية الفلسطينية كانت محور الاهتمام في أول زيارة لملك سعودي للولايات المتحدة، حين التقى الملك سعود عام 1957 الرئيس الأمريكي ذلك الحين آيزنهاور. نصل إلى عام 1974، حين حطت طائرة الرئيس الأمريكي نيكسون في السعودية للمرة الأولى تأكيداً على أهمية العلاقات الثنائية. السعودية كانت أيضاً الخيار الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الخارجية، حين توليه الرئاسة في انتخابات 2016. السعودية ودول الخليج الخمس الأخرى كانت دائماً شريكاً للولايات المتحدة في بحث أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على إمدادات الطاقة عالمياً ومواجهة الإرهاب. الملف اليمني لقي أيضاً دعماً أمريكياً للجهود السياسية التي قادتها السعودية، حيث تصف أمريكا السعودية بأنها شريك رئيس في السعي لحل الصراع في اليمن. في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات خصوصاً منذ 7 أكتوبر من عام 2023، كانت السعودية محطة رئيسية في جولات وزير الخارجية الأمريكي ومسؤولين آخرين كبار في الإدارة الأمريكية للمنطقة لبحث حلول الصراع الذي تزداد مخاوف اتساعه في الشرق الأوسط. محمد السيف، العربية.